طيب، محافظة أسوان شهدت افتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، وده بيعتبر ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى. الافتتاح ده تم وسط حالة كبيرة جدا من الفرحة والبهجة وتواجد وحضور عدد طبعا من الوفود السياحية الأجنبية اللي بتزور حاليا هذه المحافظة، بالإضافة أيضا لتنظيم عروض فنية مختلفة غير عروض الأزياء التراثية اللي كانت حاضرة أيضا في هذا المشهد. خلينا نشوف. وسط أجواء احتفالية وبمشاركة الأفواج السياحية، شهدت محافظة أسوان افتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وحيث يأتي الافتتاح بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، وذلك وسط حالة من الفرحة على الأنغام والأغاني الفلكلورية والوطنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، ووسط أجواء احتفالية شهدت عروضاً للشباب والفتيات بألعاب السكيت والأزياء التراثية وبمشاركة الأفواج السياحية الزائرة. تم افتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بدءاً من حديقة فريال حتى مسجد النصر بطول 1.5 كيلومتر من إجمالي 4 كيلومترات مستهدف الانتهاء منهم بالكامل بنهاية العام الجاري، وهو الذي يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كيلومترات. أجواء الافتتاح شهدت أيضاً زراعة عدد من أشجار الظل على كورنيش النيل بهدف تكثيف زراعتها بطول ممشى أهل مصر لتخفيف الشعور بدرجات الحرارة وحماية المواطنين من سطوع الشمس. كما شهدت تلك المرحلة تركيب 27 عمود إنارة ديكوري في القطاع الجنوبي من حديقة فريال إلى مسجد النصر، مع إزالة الأعمدة القديمة وإعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة ودهانه باللون الذهبي، وأيضاً تركيب وتلميع الهوية البصرية لحليات الرخام للجرانيت أسفل السور الكريتال، وأيضاً تركيب الإكسسوارات الكهربائية للبرجولات، فيما يتم التوزيع وتثبيت سلات المهملات. كما تم افتتاح هذه المرحلة قبيل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك حتى يستمتع مواطنو المحافظة وزائروها من المصريين والأفواج السياحية بالكورنيش في ثوبه الجديد، وأيضاً بالبانوراما الجمالية التي تكتمل معالمها يوماً بعد يوم فور إنهاء أي مشروعات تتعلق بالتطوير والتجميل، والتي بدأت بتجميل واجهة المدينة وهي حديقة بلازا درة النيل وحديقة السلام وميدان المحطة والسوق السياحي القديم.